قال صلى الله عليه وسلم: وددت لو أنني رأيت إخواني. قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. حين عاد صلى الله عليه وآله وسلم من زيارة الأموات والسلام عليهم والدعاء لهم، تذكر الأموات الذين لا زالوا نطفاً في الأصلاب أو الأرحام، أو الذين هم ذرات أو غيب في عالم الغيب، الذين منهم أنا وأنت. فقال: وددت لو أنني رأيت إخواني. بل قال في رواية أخرى: إني لمشتاق إلى إخواني. يبادلنا الحب بالحب، يبادلنا الشوق بالشوق. ولست مستكثراً عليه صلى الله عليه وسلم إذا نقلت مقالة أحد الفضلاء أن محبته لنا صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتنا له صلى الله عليه وآله وسلم. جل الذي بعث الرسول رحيما بين الأنام محمدا وكريما، يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليماً.